طلاب حبايبي جانب الموضوع الثاني اللي هو موضوع المضارع التام المستمر. اخوي المضارع التام بسيط، يعني اكفد اختلاف بسيط كلش بيناتهم. موضوع المضارع التام المستمر من اسمه يعني تام ومضارع ومستمر كل شغلات بي. ذاك كان بس مضارع تام، قلت لكم الفرق بين المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر هو شيء جدا بسيط. فرح نجي هسه نعرف شنو الفرق بيناتهم. بالمضارع التام البسيط قاعدتنا شنو كانت؟ كانت هاف وهاز وتصريف ثالث. زين، هنا أنا ليش ما نقدر نشتغل نفس القاعدة؟ لأن دخل وياها الكونتينيوس المستمر. زين، احنا عندنا هناك تام وعندنا مستمر، الفعل راح يصير حرب بيناتهم. هذا دي يقول لك انا اريد تصريف ثالث، وهذا مستمر دي يقول لك انا اريد فعل اي ان جي. فانت فعل وفعل واحد، يعني يعطيك بين قوسين شو تضيف؟ تضيف له اي ان جي، سوي تصريف ثالث. هنا راح تبقى عندك يعني بحيره، انت ايش راح تسوي؟ راح تجي تقول له يابا بما انه هو مضارع فاحنا راح مضارع تام، فاحنا المضارع التام نخلي هاف وهاز. هذا نحكي على حاله الاثبات، شو نخلي؟ خلي هاف وهاز. وبما انه تام مستمر ما يصير الفعل تسوي تصريف ثالث وتضيف له اي ان جي، هذا صارت لعب هيك، يعني ماكو فعل نضيف له نضيف نسوي تصريف ثالث ونضيف له اي ان جي، هو لو تصريف ثالث لو اي ان جي. فايش راح تقول له حتى نحل هذا النزاع اللي صار بيناتهم؟ يجي المضارع التام المستمر يقول لك يابا انا راح انطيك هنا بالتام يعني كتصريف ثالث بين، تبقى حافظها كل الحالات تنزلها سواء مثبت نفي استفهام، والفعل الموجود تحوله الى فعل وتضيف له، عفوا تنزل الفعل نفسه وتضيف له اي ان جي. هنا أنا صارت عندك استمراريه. فالقاعده مالتك بدون الفاعل، الفاعل احنا ما نريده، ما نشتغل على الفاعل. الفاعل راح تصير عندك القاعده بهذا الشكل. شو تقول القاعده؟ تقول يابا هاف هاز بين وفعل ضيف له اي ان جي. هذه القاعده مالته، الهاف اذا الفاعل جمع والهاز اذا الفاعل مفرد. زين، شغله لخ عندك هنا اذا منفيه الهاف شو تصير؟ تصير هافنت. والهاز شو تصير؟ تصير عندك هازنت. وايضا الفعل شو نضيف له؟ نضيف له اي ان جي. حتى ما قبل لا اطب السؤال خلينا نجي نحل هذه الامثله. باو عليه الامثله شو تقول؟ تقول المثال الاول يقول هنا I study English all day. Present perfect continuous. Present perfect continuous. ده شوف present perfect continuous. شلون احل هذا؟ اجعل الجمله الفاعل من عندك فاعل I. تريد كتب الفاعل كتبه، ما تكتبه عادي ماكو مشكله، يعني اساني راح الفاعل راح امسحه ما كتب. ما يعني ما يحتاج، ما يحتاج الفاعل. الاي ايش ياخذ؟ ياخذ هذا. احنا عندنا مستمر مضارع تام مستمر، فهاي البين ثابته لازم تنزل. والفعل استادي شو تضيف له؟ تضيف له اي ان جي وينتهي عندك الحل. زين، نجي على الجمله الثانيه منفيه، شيش تاخذ؟ تاخذ هاز. وهي منفيه ايش حصير؟ تصير هازنت. قبل لا تضيف اي ان جي شو تخلي؟ تخلي بين ثابته. والفعل شو تضيف له؟ تضيف له ايضا اي ان جي. ليش؟ لان قلنا مضارع تام مستمر، من تسمع شيء اسمه استمرارية لازم الفعل الرئيسي يضاف له ing. How long you learn Chinese؟ How long you learn Chinese؟ قبل لا نجي خلينا نجي نفهم الجملة الاستفهامية. تخلي هاف هاز بالبداية، تنزل الفاعل الموجود داخل قوس، وراها تخلي بين، وراها الفعل شو تضيف له؟ تضيف له ing حفظ. الفاعل من عندك انت هنا فاعل you، اليو ياخذ هاف وتنزل الفاعل يوم هو اليو، فتصير have you بعدها been والفعل ضيف له ing وتخلي علامة الاستفهام. have you been learning؟ ما يحتاج تكتب تكمل وما يحتاج تكتب فاعل وتدوق روحه، بس مباشرة خلي have والفاعل الموجود داخل قوس، إذا الفاعل مفرد has بالبداية، إذا الفاعل جمع have بالبداية، بين والفعل يضيف له شنو؟ يضيف له اي ان جي. هذا هو موضوع المضارع التام المستمر. ما هي كلش يعني مو مهم كل شوي بامتحاني وزاري، بس مهم بشغله واحده اللي هي الهاو لونج. راح ناخذ قاعده هاو لونج اللي هو الموضوع كلش مهم بها. باو عندك موضوع الهاو لونج، هذا يجي بالامتحاني وزاري دائما يجيبونه قاعده الهاو لونج. فانت تجي هنا باو على الهاو لونج، خلي في بالك انه بها قاعدتين، يعني قاعده الهاو لونج تشتغل مع الـ present perfect
سمبل وتشتغل مع البريزنت بيرفكت كونتينيوس، يعني تشتغل مع زمنين، لو هذا الزمن لو هذا الزمن. بالامتحان الوزاري يقول لك يا بستخدم لي قاعده الهولون مع المضارع التام البسيط او المضارع التام المستمر. انت تجي هنا تبقى حاير، يا هي مضارع تام بسيط ويا هي قاعده المضارع التام المستمر. انا مسوي لك اياهم قاعدتين. How long have you تصريف ثالث، هاي يا طلاب مضارع تام بسيط. How long have you been فعل ing، هاي مضارع تام مستمر. فأنت تجي تختار واحدة من عندهم وتجاوب، تختار واحدة من عندهم وش تسوي وتجاوب، لو تختار هاي لو تختار هاي القاعدة. استاذ زين انا شلون اختار؟ ايش مدري ايش وقت احل بالاولى مال بسيط وش مدري ايش وقت احل بالثانية مال مستمر. انت هنا حقك اوكي عندك شغلتين، يا اما تعتمد على اساس المعنى هنا مال الجملة او تعتمد على الملاحظة اللي راح احكي لك عليها. شو تقول هذه الملاحظة؟ تقول يا بهنا نعتمد على الفعل الموجود بالجملة. اسمع الملاحظة مرة ثانية، نعتمد على الفعل الموجود بالجملة. اسمع لي الملاحظة مرة ثانية، شو تقول؟ تقول نعتمد على الفعل الموجود بالجملة. إذا هذا الفعل، ركز وياي، كان الفعل عندك داخل القوس نو يعرف أو بي، واحد من دول الاثنين راح نجي نستخدم القاعدة رقم واحد اللي هي مضارع تام بسيط مع الهاو لونج. شو وقت إذا كان الفعل عندك بي أو نو فتستخدم مضارع تام بسيط. استاذ زين ما لقينا البي بالله ولا لقينا النو، شو راح نسوي هنا؟ يعني نبقى مشتفين ايدينا وقاعدين؟ اكيد لا، راح تجي تحل بالقاعده الثانيه اللي هي قاعده المضارع التام المستمر. استاذ زين شلون يجي السؤال بالامتحان الوزاري؟ باوع وياي يابا، بالامتحان الوزاري جيب لك قوس، هذا القوس بقاعده الهاو لونج اوكي، ويجيب لك وياها فاعل ويجيب لك وياها فعل. طبعا الفاعل هو دائما يو، يعني مختصر الكلام من الاخير يو. فانا خليتك اياها قاعده ثابته، هاف يو، لا هاز فاعل ولا هاف فاعل، هاف يو قبل فضت راح. زين هنا ايش راح تسوي انت؟ بنجيب لك هيك صيغه، عندك قاعدتي، لو تشتغل على القاعده رقم واحد لو تشتغل على القاعده رقم اثنين، ما فيها كل مجال. يعني لو قاعده رقم واحد اشتغل عليها لو قاعده رقم اثنين، فانا ايش اسوي هنا؟ راح اجي على الفعل، الفعل وين القاه؟ هيات هات اللي هو اخر شيء قبل علامه الاستفهام. فالفعل هنا يا طلاب اذا كان واحد من ذوله نو او بي، فراح احل بالقاعد رقم واحد. اذا ما لقيت لا نو ولا بي، فراح احل بالقاعد رقم اثنين. راح اجي هسه راح اعطيك التمرين اللي موجود عندك بالكتاب، تمرين موجود عندك بالكتاب. لا لا سلس خليه يسعى حتى ما تقطع. حلو. التمرين موجود بالكتاب صفحة 96، تمرين كلش مهم. هذا التمرين طلاب يجي دائما بالامتحان الوزاري، يقول لك استخدم قاعدة هولون. خلي طلع كتاب النشاط، خلي افهمك الصيغة مالته شلون. يقول لك باوع for each situation، الكل موقف، write questions يعني معناها اكتب أسئلة. write questions هاي اللي بين قوسين ذني، هاي اللي بين قوسين ذني، يقول لك سويهن سؤال مستخدما هاي الكلمات اللي بين قوسين ذني الكلمات، سويهن سؤال. use the present perfect simple or present perfect continuous، مستخدما المضارع تام بسيط أو مضارع تام مستمر. Then write a suitable answer using since or for، بعدين اكتب جواب مستخدما since or for. هذا ما أريده خلي ولي، هذا المطلب الثاني ما أريد، أنا أريد مطلب واحد اللي هو ذني هذا أسويها جملة استفهامية بالhow long، هذا أسوي جملة استفهامية بالhow long. طبعا الجملة الأولى محلولة عندك، الجملة الأولى شبيهة محلولة عندك، فما راح لك إياها لأنه هي أصلا أنت حالها يعني حاليهم. فراح نجي نسوي، راح نجي نحل الجملة الثانية. ركزوا وياي، الجملة الثانية شو يقول لك؟ يقول لك you have a friend who is learning Japanese، you ask how learn Japanese،
انا اجي هنا على كلمة جاء على عفو اجي هنا عندي عندي قاعدة الهوا يقول لي استخدم هنا شنو يقول لي استخدم قاعدة الهوا اجيت يا طلاب هنا ايش لقيت لقيت الفعل learn الفعل learn هنا موجود من ضمن الفعل be و know لا راح نجي نستخدم القاعدة الثانية اللي هي شو تقول تقول how long اجي استخدم how long هذه استخدمها وبعدها have you هاي لازم اني حافظها how long have you وراها عندك learn يعني مو تصريف ثالث يعني بين وفعل B-I-N-G ليش؟ لأنه مستمر فنقول how long have you been learning و Japanese خلي لها علامة استفهام وينتهي عندك الحال how long have you been learning Japanese ليش اختارنا القاعدة رقم 2 لأن طلاب عندي الفعل learn لا هو be ولا هو no وهذه أيضا بس أنت هنا شو مختاري لك How long have you been right waiting ليش صارت مستمر مو بسيط لأن عندك الفعل من هو فعل عندك wait أوكي فعل من عندي فعل عندي wait زين You meet a pilot You ask How long be a pilot لقينا هنا لقينا الفعل be فراح نحل بالقاعدة رقم 1 اللي هي how long have you تصريف ثالث how long have you تصريف ثالث البي تصريف الثالث مالتها من هو تصريف الثالث مالتها بين a pilot تنزل نفس ما هي وينتهي عندك الحال فضت راحت زين نجي على نقطة رقم 3 you meet somebody who's writer you ask how long write جينا هنا ايش لقينا الفعل write فعل write no لا ب لا اذا تختار للقاعده رقم 2 اللي هي قاعده المضارع التام مستمر مع هاو لونج فتقول له هاو لونج هاف يو عافيه بين وفعل شنو بي اي ان جي اللي هو هاو لونج هاف يو بين رايتنج هاو لونج هاف يو بين رايتنج ليش حليناها بالمستمر قلنا لانه الجمله هنا شبيهه بها الفعل رايت لا هو بي ولا هو نو استاذ زين هذا الحكي الفوكليتيشن هو هذا ما عليك بيه الطلاب هذا الحكي كله ما علينا بي هذا الحكي كله ما علينا بي احنا نشتغل على الحكي شنو اللي موجود داخل القوس فلجي هنا نجي على الجمله اللي بعدها الفعل عندي نو فمعناه بما انه نو راح استخدم قاعده رقم 1 هاو لونج هاف يو وراها مباشره تصريف ثالث اللي هو نو فراح يصير عندك تصريف ثالث How long have you known him نرجع ليش كتبنا him لأن تحكي على صديقك هنا هو اللي يقول لك شو وقت تعرفت عليه شو صارك تعرفه واضح هاي الجملة من تخلي نو خلي وراه مباشرة him مو يعني من كتابنا أصلا جوا امتحان وزاري بس حتى لو ما خليت him عادي راح تقدر درجة كاملة بس حتى تضمن إنه أنت مجاوب perfect مجاوب نموذجي بس ليش استخدمت القاعدة رقم 1 اللي هي مال بسيط لأن الفعل عندي نو نجي على الجملة الثانية عند الفعل cook how long يلا كرر وراي أو احكي وراي how long عافية have you ممتاز بعدها شو نخلي good been وفعل ing اللي هو من هو cook راح يصير عندك cooking تشوف حليناها بالمستمر ليش لانه القاعده هذه بين واي ان جي بس لانه ما عندي لا بي ولا عندي نو كفعل رئيسي بالجمله لذلك استخدمنا القاعده رقم 2 والقاعده رقم 1 طلاب هذا عندك الهاو لونج خلصت لهنا انتظرونا شويه حتى نجي شنو نجي نحل او خذ استراحه شويه انت اقرا هاي المواضيع كلها حتى نجي هسه ناخذ قطعه مال الكتاب ما دخل امتحان وزاري بس مهمة لازم نشرحها وناخذ التمارين اللي خاصة بها طلاب حنيجي على لسن 5 لسن 5 بالكتاب مال كتاب الطالب الكتاب الملون صفحة 48 بالتحديد هذا اكو تمارين توصيلات كلش مهم اكثر طلاب ما يقرونه يقول لك هذا مو مهم بس تتخيل اذا اقول لك ان هذا التمرين مرات يجيبوا لك اياه كامل بالوزاري هاي النقاط الثمانية مرات الوزارة يجونها كاملة يعني بحيث شنو بحيث خمس نقاط تجون هذا التمرين بشكل كامل يعني انت بس تقدر ان تاخذ خمس درجات بالتوصيلات
خليها ببالك يعني. هذا صح ما موجود كتاب الملون، العفو كتاب النشاط، بس مو معناها ما يجي بالوزاره، لا يجيبونه ودائما يجي بالوزاره يعني. كل شويه يكرر بالوزاره، على الاقل تكرر عندنا نقطتين ثلاثه من هاي ثمان نقاط. فهذا كلش مهم ولازم تقراه وتضبطه، واضح؟ فهسه بدك ترجم وياي الجمل هذه، هو واضحات يعني انت وصلات ترى بالمناسبه يعني اكو في الدلائل بيانات اللي لازم تعرفها يعني. ترجم بس الدلائل اهون من الاسقاطات، فالدلائل معينه لانه تجي نصا هي بالوزاري يعني ما يغيرون بيها، فتجي في شغلات بسيطه تترجمها انت راح تفهم شلون تحل. نجي على النقطه الاولى، طبعا هذا موضوع الماضي تام وماضي بسيط، الربط بيناتهم. الربط كقواعد ما يجي هو بالوزاري، يمكن جاء مره واحده، يعني ما نضيع وقتنا. المهم انه بهذا الموضوع تقرا هذا الموضوع ما توصل، العفو هذا تمرين ما توصلات كلش مهم. النقطه الاولى شو يقول؟ يقول we couldn't get a room، we couldn't get a room، لم نستطيع الحصول على غرفة. ليش ما قدروا يحصلون على غرفة؟ because we hadn't booked، because we hadn't booked، لأننا لم نحجز. لأننا شنو؟ لم نحجز. booked معناها يحجز، يعني ما حجزوا غرفة والغرفة راحت، فلم نستطيع الحصول على شنو؟ على غرفة. هسه حسيك كل واحدة لون حتى تفتهمه. We couldn't get a room، لم نستطيع الحصول على غرفة لأننا لم نحجز، يعني ما حجزنا غرفة فما حصلناها. هذا مهم، تخلي كلمة room مع كلمة booked، واضح؟ حجز غرفة. I couldn't board the plane، I couldn't board the plane، لم أستطيع الصعود على طائر. I couldn't board a plane، ما قدرت أصعد على الطيارة. because I had lost my boarding card، لأنني خسرت أو فقدت بطاقة صعود الطائرة. boarding card بطاقة صعود الطائرة. board a plane أصعد على الطائرة، ما قدرت أركب بالطيارة لأنني فقدت أو ضيعت بطاقة صعود الطائرة. زين، نيجي على الثالثة. She was nervous on the plane. كانت she was تقريبا نفس اللون فوق. أيوة اللي المسحة. ناخذ اللون الآخر. زين. أيسه كل شامه. ناخذ هذا اللون. حلو. She was nervous on the plane. كانت شبيهة. nervous طلاب معناها عصبية، على يعني ضايجة هيك عصبية. nervous مشدودة، هذا الشخص المشدود nervous يسمونه. on the plane بالطيارة كانت كلش مشدودة. ليش؟ أنا راح أقول لك ليش. تقول لي because she hadn't flown before، لأنها لم تطر من قبل، يعني ما طائرة بطيارة قبل، فتشوفها مشدودة هيك قاعدة على أعصابها. واضح؟ she hadn't flown. flown هو الفعل مال التصريف الثالث مال فعل fly، واضح؟ الفعل fly flew flown، لأنها لم تركب في طيارة سابقا. زين. The airline company شركة الطيران. The airline company شبيهم. gave me a new suitcase، أعطوني أو انطوني new suitcase، حقيبة جديدة. ليش؟ because mine، لأنه ال شو اسمه الحقيبة اللي خاصة بيشبيها damaged. damaged معناها تدمرت أو راحت، يعني تحطمت أو هيك شيء. ما تتحطم، تدمرت يعني نقول تشققت هيك شيء. on the plane في الطائرة. ليش انطوها؟ انطوها new suitcase. new suitcase ليش؟ لأنه الحقيباتها damaged، تحطمت. I didn't go on exertion، ما رحت بنزهة. exertion I didn't go on exertion to خور الزبير in Basra، ما رحت لخور الزبير بنزهة. ليش ما رحت؟ تقول له because I had already been there twice، لأنه أنا أصلا قبل رايح مرتين فما رحت هاي المرة. وين؟ خور الزبير في البصرة. واضح يا طلاب؟ ناشي يقول لك، قل أنا ما أروح، دي يقول لك أنا ما أروح، ما رحت الخور الزوير في البصرة لأن أنا أصلا رايح قبل مرتين. زين.
نجي على من we complain to the manager. We complain to the manager يعني اشتكينا للمدير. هذول قاعدين في فندق واشتكوا للمدير مال الفندق. هنشوفهم ليش اشتكوا. تقول له because our room لأن غرفتنا hadn't been cleaned لم يتم تنظيفها يعني ما نظفوا الغرفة مالتنا. واضح لذلك سبب ما سووا راحوا اشتكوا للمدير. واضح يا طلاب because our room hadn't been cleaned لم يتم تنظيفها. زين نجي على الجملة اللي بعدها. شي يقول بالجملة اللي بعدها هنا يقول we couldn't hire a car لم نستطع أن نؤجر سيارة يعني ما قدرنا نأجر سيارة. ليش؟ يقول because we had left لأننا تركنا because we had left our driving license behind لأنه احنا خلينا إجازات السوق بالبيت نسيناها ما جبناها فما قدرنا نأجر سيارة. hire a car معناها يأجر سيارة. زين نجي على آخر وحدة. I didn't recognize the place لم أستطع أن أميز المكان يعني ما قدرت أميز المكان. أنا رايح لقدس ما قدرت أميزه. ليش؟ because it had changed so much لأنه تغير كل شيء هواية. it had changed so much. هذا التمرين اللي دقيق لك عليه كلش مهم يا طلاب لازم تضبطه وزاري وزاري وزاري. خلي في بالك انه هذا التمرين كتابي ملون كتاب الطالب صفحة اللي انا قلت لك عليها خلي في بالك هاي 8 صفحة 48 ممكن حيجيك بالدور الثاني كامل. واضح؟ زين نجي على الدرس السادس. The atmosphere was really peaceful. هاي القطعة ما عليها يعني ما عليها أسئلة وأجوبة الامتحان الوزاري بس يجيك عندهم ممكن إسقاطات ممكن توصيلات ممكن اختيارات وإلى آخره. هنا شي يقول يابا باول إزاي يقول لك هنا نجي نقرأها. My cousin and I ابن عمي وأني have recently returned from wonderful fortnight in the Tunisian قرقنة هي قرقنة يعني ذا رايحين منطقة بتونس. Returned from the wonderful fortnight. أمسية رائعة في مدينة قرقنة في أو العفو جزيرة قرقنة island معناها جزيرة قرقنة وين تونس. It was a package deal. Package deal معناها رايحين جروب سياحي and cost us $180. This include the flight. هذا يضمن flight السفر from London رايحين من لندن to صفاقس. صفاقس مدينة بتونس أوكي يعني طاروا دولة من لندن إلى صفاقس كلفتهم $180 باص transfers to and from صفاقس airport and the ferry والعبارة to and from the island يعني من الصفاقس إلى شنو إلى الجزيرة بالفيري بالعبارة. The accommodation طبعا أنا كلمة ferry كلش مهمة لأن جماعة أريد أن أشكلهم الكلمات ما أحتاجهن. أحتاج كلمة ferry اللي هي عبارة أيضا تعتبر كلش مهمة. عبارة هذه اللي بالنهر يسموها عبارة اللي هي مثل حال قارب يعني يساعدون بها الناس ينتقلون من مكان إلى آخر. واضح يعني من ضفة إلى أخرى. هذه يسموها الferry اللي هي العبارة. To and from the island بالجزيرة. The accommodation هذه أيضا مهمة جدا كلمة accommodation معناها السكن. was in 3-star hotel فندق 3 نجوم with breakfast مع الإفطار وجبة إفطار العفو وجبة الريوق يعني and dinner والعشاء every day. the cost even include entertainment يقول لك الكلفة حتى تضمن شنو entertainment اللي هي شنو الأجواء الحلوة المتعة وإلى آخره in the evenings في المساء. I couldn't believe how cheap it was ما كنت أصدق قد كانت رخيصة هذه السفرة. From Safaris Airport we were taken to the ferry port where we boarded rather old ferry. It took us across the island راحوا بعبارة يعني قديمة جدا وأخذتنا عن على طول الايلاند على طول الجزيرة which looked really beautiful حيث تبين لنا أنها رائعة جدا in the evening sun
We were delighted. كنا delighted مسرورين that our hotel. يعني كنا مرتاحين أو مسرورين أو فرحانين أو يعني سعيدين. Overlooked the beach. كان مطل على البحر. And was just a short walk away. يحتاج أن نتمشى شوية حتى نوصل إلى إلى البيتش إلى الشاطئ. Although not very luxurious. على الرغم أنه ما كان luxurious. Luxurious فخم. على الرغم أنه ما كان فخم كلش. Really pleasant. It was a really pleasant two-story building that was set in an attractive garden with its own swimming pool and tennis courts. يعني it's two-story يعني طابقين build يعني بناية طابقين بها شنو مجموعة من الحدائق on its own swimming pool بها مسبح ما السباحة طبعا هو مسبح ما السباحة شنو يشتغلون بها أكيد سباحة زين and tennis courts وساحات للتنس. Our room had its own private bathroom. الغرفة مالتنا كان بها حمام خاص بالشقة on balcony وبها شرفة البالكونة with a spectacular view. Spectacular view مهمة هاي. Spectacular view معناها منظر رائع of the calm blue Mediterranean Sea. The atmosphere was really peaceful. أنا أريد كلمة the atmosphere ما أحتاجها كلمة peaceful مهمة. يعني جو كان كلش رائع. That's what I really liked. هذا الشيء يعني كلش حبيته. The food was exceptionally good. Exceptionally good كان كلش رائع. There was a self-service buffet in the dining room with a variety of dishes. يعني كان كلش رائع. أكو فد بوفيه ذات خدمة ذاتية. أنت تخدم نفسك بنفسك. وين بالدايننج روم في غرفة العشاء أو الأكل. With a variety of dishes, متنوعة بأطباق متنوعة, both regional and international. أكو محلية وأكو عالمية. You could eat as much as you wanted. تقدر تأكل قد ما تريد. A breakfast consisted of fruit. الفطور كان يتكون من fruit فواكه, cereal والبيض وال cake والبريد والخبز والهاني والأوليف زيتون and cheese والجبن. There was a different selection of dishes for supper every night and there was a lot of great seafood. أكفد أنواع مختلفة من الأطباق اللي موجودة في العشاء ومن ضمنها شنو السيفود أو الطعام البحري. I love the octopus حبيت الأخطبوط which is especially a specialty يعني خاص هناك وين في مدينة أو في منطقة أو في جزيرة قرقنة. We weren't bored for a moment ما شعرنا بالملل ولا للحظة. One day we hired يوم أجرنا a taxi and went to on a tour أجرنا في التاكسي رحنا بالسفرة بالجزيرة. We saw the villages where the fishermen catch octopus. شفنا villages يعني معناها هذول الأشخاص اللي عايشين بالجزيرة اللي هم بالقرية where the fishermen catch octopus in a clay boats. Another day we went for a camel ride on the beach. We even hired surfboards from the hotel and learned to windsurf. We also went for a ride in a donkey cart and toured some villages. هذول رايحين يعني يجربون شغلات experience a lot of things. يجربون هواي تفاصيل وهاي أشياء بالجزيرة. بالwind surfing بال يعني هواي تفاصيل يجربين حتى يستكشفون هذه المنطقة واللي قارقنا اسمها جزيرة. What really impressed me, الشيء اللي حبيته وجذب انتباهي was the hospitality. Hospitality, الكرم, الضيافة, كلش مهمة هاي الكلمة. Of the local people, الناس المحليين. Several islanders, عديد من سكان الجزيرة, invited us into their homes. عزمونا ببيوتهم for menti, لشاي نعناع والكيك. يعني يسوونا شاي نعناع, شاي نعناع والكيك. We also took the ferry back to the mainland to see the magnificent Roman theater.
at the gym. Something else that we really enjoyed was the free entertainment in the hotel after supper. One evening, Faqir and his team gave an incredible display. كلمة display معناها عرض هنا show اللي هي مراد الكلمة show. Incredible رائع of lying on a bed of nails and glass, walking over hot coals, breathing fire and letting scorpions walk all over their faces. We shall certainly never forget that holidays. أكو كلمات مهمة هنا أنت لازم تكون حافظها، مثل عندك كلمة display عرض، مثل عندك كلمة hospitality اللي هي speciality اللي أخذناها قبل شوية speciality، عندك كلمات مثل very accommodation، هاي لازم تحفظ هاي الكلمات. طبعا عندنا يعني تمرين مع التوصيلات مهم، هسه اريدك تبقى حتى تروح على تمرين التوصيلات، واضح يا طلاب؟ بعد ما ترجمنا هاي واخذناها راح نجي نحل تمرين التوصيلات اللي هو كلش مهم. طلاب هسه نجي على التمرين مع التوصيلات اللي خاص بالقطعة اللي قرأناها قبل شوية. طبعا احنا حتى يختم الحلقة راح نحل هذا التمرين، نحل تمرينين بعد الاخ ويا هذا التمرين حتى تنتهي عندك حلقة اليوم. التمرين هذا شو يقول لك هنا أنا؟ about طبعا شنو يجي توصيلات هذا التمرين، شنو يجي توصيلات، فانت راح تقرا هذا راح تخليه في خانه التوصيلات، واضح؟ يعني انا دا اعطيك فد اعاز اقول لك يابا هذا حفظ، دا اريد اسمعك يلي ما تحس انه هذا شو تسوي له تحفظه، هيك اقصد يعني، اوكي؟ حتى شنو الدرخه زين. About that transports people and goods. Boat. قارب. شوف لي. قارب. ينقل. Transports معناها ينقل. من هو؟ الناس والأشياء. شنو هذا القارب اللي ينقل الناس والأشياء؟ أنا حكيتها قبل شوية بالقطعة. ممتاز. Ferry. اللي هو من هو؟ العبارة. هاي العبارة شنو؟ تنقل الناس. يعني هنا المرادفات نقدر نقول بس ما يجي لا يجي توصيلات. وايضا تفيدك بالاسقاطات كذلك، هاي الكلمات مهمه جدا. فاذا قال لك قارب ينقل الناس والاشياء شنو هو؟ يقول له عبارة. Extremely comfortable. Extremely comfortable. Comfortable معناها مريح. Extremely للغايه، مريح للغايه. يعني في مكان انت تقعد بيه تحبه كلش هوايه هذا المكان. فهنا هذا المكان شو يسمونه؟ يسمونه luxurious. Luxurious معناها فخم. مكان رائع مرتب فخم زين. Something شيء ما which is wonderful رائع to look at للنظر، شيء لما ترتاح لما تنظر إليه حتمتع عيونك به. شنو هو هذا؟ شيء يسمونه مرادف مالته يسمونه spectacular، أيضا رائع للنظر مبهج للنظر. فهذا هو ال wonderful to look at، هي نفسها كلمة spectacular، شيء كلش رائع. زين. Something special to locality. Special. فإن شاء الله خاصة باللوكاليتي. شي يسموها؟ يسموها speciality. Speciality. خاصة أو اختصاص أو شي خاص بالناس اللي عايشين بمكان معين يسموها speciality. واضح؟ Speciality يسموها. واضح؟ هذه لازم special. جاي من كلمة special. يجي معناها شنو؟ speciality. Fine welcome. ترحيب حار. شي يسموها؟ يسموها hospitality اللي هي كرم الضيافة. hospitality. fine welcome. hospitality. show أو performance. شي يسمونه؟ يسمونه display عرض. هذا مرادف. طبعا هاي أيضا مهمة اللي هي ببالك، هذه الكلمة كلش مهمة. show المرادف مالتها من هو؟ display. واضح؟ هذه أيضا تعتبر كلش مهمة. هسا راح نجي على التمارين اللي موجودات عندك بالتست يور سيلف، اختبر نفسك توصيلات نجي نحلها حتى نختم هذه الحلقه. طلاب التوصيلات عندك صفحه، خلينا نطلع لك صفحه تروح تجيب كتاب النشاط وتحل وياي وترجم ايضا وياي. هذا التمرين الاول، يا تمرين اي يا صفحه، خشوا الصفحه ايش قد صفحه. صفحة 111
صفحة 111 تمرينين مهمات اثنيناتهم دول واحد فوق الاخر 111 تمرين A. هذا الاول تمرين A هو توصيلات كلش مهم write the compound nouns for the following definition. Compound nouns تذكرون احنا ماخذينه بالدرس الاول بالمحاضرة الاولى اللي هي مال packet lunch package deal five star hotel والى اخره لان الكلمات اللي اخذناها العبارات المركبة. هنا راح نجي نشتغلها على شكل توصيلات. شوف ذني طبعا انت حلبت الحلب ذني ذني اخذناها المرة على شكل توصيلات اخذناها على شكل املاء اخذناها على شكل اسقاطات. راح نرجع هسه ناخذهم مرادفات اللي هم على شكل توصيلات يجون ايضا. تمرين كلش مهم اللي صح 11 تمرين اي. هنا شي يقول لك يا طلاب فطلاب هنا يريد من عندك compound nouns لهاي التعريف يا ابوي اخ ما صار بشي لا والله صدق احسن ما ينكسر احسن ما ينكسر الكلاس زين فدي اقول لك هنا الكومباوند نونز ذا ديفينيشنز التعاريف يعني معطيك هنا تعاريف اريد شنو اريد الكومباوند نونز مالتهم عندك التعريف الاول if you lose this ترجموا يعني حرف حرف كلمه كلمه اذا تفقد هذا الشيء او تخسر هذا الشيء او تضيع هذا الشيء you can't get on an airplane ما راح تقدر تصعد بالطياره you can't ما تقدر تصعد بالطياره شنو الشيء اللي اذا خسرته ما تقدر تصعد بالطياره هو اسمه ممتاز boarding card اللي هو بطاقه صعود الطائره زين you can have a winter holiday you can have a winter holiday تقدر you can have a winter holiday تقدر تقضي لك فد عطلة شتاء وما أعرف شنو هنا شو يسموه يسموه sky resort اليوم منتجع تزلج sky resort منتجع تزلج you can have a winter holiday winter holiday عطلة شتائية يعني حلوة وين تخلصت خلاص بش اسمه sky resort a luxurious place to stay luxurious place to stay مكان رائع للبقاء شنو هذا المكان الرائع للبقاء five star hotel فندق ذو خمس نجوم a place to stay مكان للبقاء حيث you cook تطبخ your own food طعامك المفضل يعني مكان للبقاء حيث انت تقدر تطبخ فيه شنو طعامك المفضل اللي هو شنو self catering apartment شقة ذاتية الخدمة هاي اخذناها كل ذني العبارات العفو الاسماء المركبة اخذناها نحن كلنا وقلنا ترجمة شنو hotels will often give you this يعني بعض الاحيان الهوتيلز اللي الفنادق تنطيك هذا الشيء if you are going on a full day exertion اذا كنت رايح بنزهة كاملة يعني يوم كامل شطونك يطونك packet lunch غذاء او غداء جاهز او معلب this protects you هذا الشيء يحميك protects you when you're driving or flying عندما تطير او تقود السيارة شي يسمونه seat belt اللي هو حزام الامان كلش مهم واضح زين نجي على التمرين الاخير التمرين اللي هو اخر تمرين عندنا حتى نخلص هذه الحلقة طلاب ناشي يقول choose the best collection اختار افضل collection collection هو شنو هو تركيب معين يتكون من فعل يتكون من عبارة معينة هاي العبارة تجي مع بعضها دائما فهو يقول لك اختار افضل collection لك افضل اختيار لك when you plan طبعا مناسبة هذا التمرين يجيك بالسؤال الثالث فرع بي استاذ سؤال ثالث فرع بي مو توصيلات شو تنصبت علينا هنا هو التوصيلات مرات يجي اختيارات اخذنا باليونت الاول تمرين العفو تمرينين واخذنا باليونت الثالث تمرين واخذنا هسه تمرين واحد صار عندك اربع تمارين هاي اربع تمارين تجي نصا بالامتحان الوزاري يعني اختيار نصا التمرين نصا المثال نصا يجي بالكتاب نفسه انت تقعد تختار فنيجي على النقطه الاولى when the plane takes off عندما تقلع الطائرة takes off معناها تقلع plane طائرة من تقلع الطائرة you have to لازم شو تسوي fasten تربط your seat belt حزام الأمان
لما تقلع الطائرة لازم شو تسوي؟ لازم تربط حزام الأمان. فهنا إذا جاب لك بالامتحان الوزاري attach وفاسن، تختار fasten your seat belt. زين. To cross the river حتى تعبر النهر we had to sail aboard ferry. أكيد board نركب العبارة مو sail. sail إبحار. إبحار شنو إبحار بالعبارة؟ لازم سفينة وهاي إبحار. The ferry works to operate throughout the year. Operates تشتغل خلال السنة. Operates throughout the year. The holiday العطلة completely lived up ارتقت إلى مستوى completely lived up to my expectation ارتقت إلى مستوى تطلعاتي. فهنا أنا راح أجيب لك كلمة wishes expectation. هنا operates works. هنا أجيب لك sail board fasten attach. يا يعني تختار معدن احنا اختارنا الكلمات اللي قلت لك عليها كلش مهمات. I can هاي طبعا ناس جاي اسقاطات بسنة من السنوات. I can honestly لو absolutely say I can honestly say I can honestly شنو say that it was the best holiday I ever had. Honestly say تجي دائما lived up to my expectation ايضا تجي دائما سوى ذولي. We considerably لو thoroughly enjoyed all the entertainment. Entertainment معناها النزهة. Entertainment معناها النزهة. ما على علاقة بهذه الكلمة. أنا أريد considerably. Considerably لو thoroughly نجي نختار شنو؟ نختار thoroughly enjoyed. فكلمة thoroughly enjoyed دائما تجي سوى. لما نجي نختارها نختار شنو؟ نختار thoroughly. وحتى تجيك ممكن إسقاطات يعني هاي العبارات اللي هي collocations يسموها. collocation هي عبارة عن تراكيب معينة تجي دائما سوى. هنا أنا خلصت عندنا حلقة اليوم اللي هي حلقة ثانية بالعفو الحلقة الثالثة باليونت الخامس. نشوفكم إن شاء الله بخير بالمحاضرة الأخيرة من الوحدة الخامسة وفي أمان الله.